شباب سلاح جديد نزل جديد شباب يو ام بي جديد يا ستير الكاتانس تشيخ عنده ضربة يخترق الدرع حلو معي 188 بطاقات شباب يا طيبين خلينا نضربوا 10 لفات شباب شوف حظي يا ستير بام 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 زفت 10 لفات يا حبايبي الكرام ليتس جو وشوف حظنا يا ستير شباب اسكتوا شوي لو سمحتوا يطلع يا الله وكمان ضربات شباب لا تشوف الحظ للتوري اوبا قولي يا سلام يا سلام على عبد السلام شيت نايس ماي فريند اول 30 ضربه شباب 30 ضربه شباب انتوا شايفين اول مره اول شخص يجيبه على بث مباشر شباب سوف ينزل الفيديو باقرب وقت ممكن على قناه اليوتيوب شباب فو ندخل لنجرب والله حرام يا زلمه 40 ضربه ما اجاني لا ولو ابلع شو هذا ابلع طلع لي دخيل الله كفو 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 يا زلمه والله حرام يلا شباب انا راح تعالوا نروح نجرب تعالوا تدخلوا على الساحه يلا تعالوا تعالوا نجرب تعالوا تعالوا يا اساطير روح على الاسلحه شباب يا اساطير مثل ما انتم شايفين يا اساطير جنوا نطوا بابام بابام السلاح اليو ام بي الجديد شباب عندنا السرعه فيه السرعه وبس هذا الشباب بالنسبه لي انه هذا كيف اقول لكم هذا الاول شباب عنده ضربتين بالسرعه اوكي عنده دمج وهذا عنده السرعه وقله الروشارج اوكي يا حلوين وعنده شغلتين جديده شباب اللي هو اختراق الجدار فهمتوا علي كيف يا ساتير مثل ما انتم شايفين يا حبايبي ليتس جو خلينا ندخل نجربه شباب بال ال ساحه التدريب 24 يضرب والله سرعته حلوه شباب بس هو الشيء المهم هذا السلاح اللي هو يا ساتير الاختراق يخترق خلينا نشوف يلا نجرب يا اساطير طبعا شايف ملاحظين معنا ايش حبايبي كل الناس جايبينه قولي قول لي مثل ما انتم شايفين يا حبايبي هيد شوت اسطوري يا وسخ يا باتمان يضرب 20 شباب اي 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 والله يضرب 20 شباب حلو هاي يا وسخ عشرين 17 يعني مع القرب الصراحة الشيء الحلو فيه اللي يخترق ال 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 قول لك وقف شوي وقف شوي وقف شوي يا الزلمة العمى ضربكم يا الزلمة شو هذا يا الزلمة كلهم هجمانين علي ما يخلونا نجرب شيء يا الزلمة اختراق اختراقه يعني عادي الصراحة شيء رقز ما يشوف هيد شوت جميل جدا عمورة عمورة هدي علي شوي ابو شريك هدي علي ابو شريك ما عم بعده شوي قولي هيد شوت جميل يضرب 100 بالهيد شوت حلو والله تمام يعني ملاحظ انه كويس نفس السرعه تقريبا لهذاك الثاني يا زلمه انا نوب انا نوب انا نوب انا نوب لا 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 لا
ابن عموره. طولوا بالكم يا شباب. بدي اروح اطلع شباب، راح اطلع اجرب الثاني شباب هذاك اللي قلت لكم عليه. بس هذا حبايبي مثل ما انتم شايفين يعني فيه الـ الـ الاختراق. اوكي فيه الاختراق يا اساطير، فيه الاختراق تمام، يعني موجود فيه الاختراق. نطلع من هون ثواني افرجيكم حبايبي وينو هذا بي بي. هذا فيه سرعة ودمج، يعني كل سلاح فيه سرعة ودمج يعتبر حلو، فهمتوا علي كيف؟ بينما الاخرين يعني هدول يعتبرين حلوين، فهمتوا علي شباب؟ هذا كان يضرب 22، خلينا نجرب هذا شباب بالساحة ونشوف شو وضعه. اوكي يا سطير نعمل هيك مقارنة خفيفة نظيفة شباب عشان تعرفوا، يعني ننصحكم بالسلاح. بس السلاح يعني فيه اختراق حلو، يخترق الدرع يعني شي لوز، فهمتوا علي؟ يلا ندخل نشوف الثاني يا حلوين. خلينا نشوف هذا، هذا كان يضرب 19 تقريبا. اوكي لا لا شباب في 137 5 لا 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 شوف شوف شايفين شايفين لا لا في 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 الصراحة شباب بدي أكون صريح معكم، يعني السلاح هذا شباب يعتبر أفضل أفضل شايفه أفضل يو ام بي، فهمتوا علي كيف؟ فهمتوا علي؟ يعني أنا بستخدمه بدون أشياء شباب، فهمتوا علي؟ بدون يعني شيء طبعا طبيعته، ما بركب له أشياء ولا بركب له شيء ثاني، فهمتوا علي كيف حبايبي؟ يعني كله على طبيعته. من بعيد شايف ثواني لنشوف هون، شوفوا هذا. بس لاحظت هذاك بجيب هيد شوت اكثر، ما بعرف ليش، بس عم اول تجربه ما راح. لا والله لا 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 هذا الهيد شوت 130، فهمتوا علي؟ هذا يجيب هيد شوت تقريبا 130 وفوق، شايفين 130 وفوق. بس هذاك الشيء الحلو فيه شايفين هذا الامامي عنده السلاح، شايفين درع؟ ركزوا معي، هذا جايب السلاح، ركزوا معي شباب، راح احاول اخلي واحد يقتلني، هذا الامن واحد يقتلني، تمام؟ هذا شايفين؟ هذا مثلا عم بيضربني، شوفوا 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 الدرع كيف بينزل بسرعة. يعني ركزوا معي، خل هذا عنده اياه، ركزوا معي، شوفوا بينزل يعني ضربات شباب، بكسر الدرع تكسير. فهمتوا علي كيف؟ ركزوا معي ثواني، هذا ما عنده السلاح، لا هذا اسرع شباب الصراحه، يعني شايفين معي كيف شباب؟ ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، نطلع عملت التجربه شباب. انا نحاول ننزل نحط له الاكسسوارات تبعته حبايبي، نشوف شو وضعه. ماشي نحط له هاد هاد، ونحط له شو نقدر نحط له اكثر؟ البوش شو راح يختلف يعني؟ نشوف ثواني شوي، نحط له كل شيء فول. ثواني يا اساطير، طبعا اكيد شيء اكيد راح يكون ثابت اكثر، 25 من القرب يعني 25 من البعد نفس الشيء، يعني يعتبر فرق. شوفوا هذا هون 25 هون، يعني هون 25 يعني نفس الشيء، بس هناك من بعد كثير 20، شايفين علي؟ بس يضرب يعني من بعد كثير. خلينا نحاول نشوف هيد شوت مثلا من بعد 110، خلينا نحاول نحط له الكاتم، رح نشوف الوضع مع الكاتم. خلينا نشوف يا جميلين يا حلوين يا امورين، نحط له الكاتم لنشوف وضعه. هذا هو تقريبا نفس الشيء نفس الشيء، كاتم ولا بدون كاتم؟ صراحة شباب أعطيكم رأيي الأخير، هذا أوكي خلينا نطلع شباب أفرجيكم مباشرة. بالنسبة لهذا السلاح رح أعطيكم الفرق، شفتوا أمامكم يعني بالمكان التدريب،
شفتوا كيف انه هذا السلاح مع قرب شم ينزل يعني ينزل الدرع يخترقه فيه اثنين من الاختراق تمام؟ يعني عن جد شيء حلو فهمتوا علي؟ بس ولكن هذا شباب هذا فيه الدمج وسرعة بس ولكن الشيء نحن شباب يعني ساعتنا على الأشياء الجديدة النازلة ما أنا متعودين يعني على هذا الاختراق الدرع بس ولكن شباب اختراق درع من على القرب مثلا واحد عنده يعني درعه اثنين ولا واحد هيك تخترقوا له يعني راح يتم اختراقه بثواني فهمتوا علي؟ فهمتوا علي كيف حبايبي؟ إذا طلع لكم هذا شباب حلو خلوكم عليه ما عندكم هذا شباب إذا عندكم الاثنين شباب إذا عندكم هذا ما عندكم بطاقات شباب خلوكم على هذا الصراحة يعني فهمتوا علي كيف بس هذا له خاصية غير يعني شباب فيه سرعة وفيه اختراق الدرع مثل ما أنتوا شفتوا بالهذا إن شاء الله الكل يكون فهم علي كل شيء وشوف أنتوا شفتوا شباب مباشرة ماشي يا حلوين